بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم بلقاء أخي وصديقي دولة رئيس الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة في بغداد للتباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. أرحب بي وأرحب بالوفد المرافق له من السادة الوزراء. خلال هذه الزيارة كانت هناك لقاءات سابقة بين الوفود الأردنية مع زملائهم من الوزراء العراقيين لتوثيق هذه العلاقة والعمل على تذليل كل عقبات أمام أي خطوات لتشجيع جانب الاقتصادي الثقافي التعليم، ووقعنا بعض مذكرات التفاهم. خلال اللقاء نقلت احترامي وتحياتي لجلالة الملك عبد الله الثاني لموقف الساند إلى الشعب العراقي خلال أزمة كورونا، وكذلك في المواقف التي تساعد على دعم العراق في المجتمع الدولي، وكذلك تقديم كل الدعم فيما يخص تدريب قواتنا الأمنية لمحاربة داعش. أكرر شكري لجلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق. ناقشنا خلال اللقاء تحقيق وتواصل العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي، الطاقة، التجارة، وكذلك العمل على تنفيذ وتذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا. وبهذا الصدد سنحرص بكل تأكيد على المضي في مشروع المنطقة الصناعية، ونعمل على تحقيق فرص فيها منفعة لكلا الجانبين، وكذلك العمل على تطوير العلاقات الثنائية التجارية، وكما ذكرت تذليل كل العقبات ومواجهة كل التحديات، وكذلك العمل على إدارة والتعاون في الموارد المائية التي حقق الأردن فيها نجاحات مشهودة. وبالطبع أكدنا على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الجانبين على ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة، والتنسيق خطوات العراق والمملكة الأردنية الهاشمية للعمل على التهدئة في هذه المنطقة التي تعيش في بعض الأحيان تحديات كبيرة. أجدد تحياتي وترحيبي بدولة رئيس الوزراء في بغداد، وأتمنى له والوفد المرافق كل التوفيق والعمل على الاستمرار في توثيق العلاقة بين بلدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الأخ العزيز والصديق الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق والحبيب، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زميلاتي وزملائي الوزراء الذين تشرفوا بزيارة بلدهم الثاني هذا اليوم، نشكركم من أعماق قلبنا على حفاوة الاستقبال، على حسن الضيافة، وعلى كرم الوفادة المتأصل في الشخصية العراقية العروبية الوطنية الأصيلة التي دائما ما فتئت تتسم بأعلى درجات المناقبية والقيم الحميدة والقيم الطيبة وقيم الشهامة والأصالة. أنا اليوم تشرفت بأن نقلت تحيات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم أيده الله إلى دولة رئيس الوزراء وإلى شعب العراق الحبيب، وعبرنا عن التضامن الدائم والمستمر للمملكة الأردنية الهاشمية مع العراق الشقيق دولة ومؤسسات وشعبا كريما في طريقهم نحو إعادة بناء العراق ونحو دحر قوى الإرهاب والظلام التي تستهدف مسيرة إعادة بناء العراق واستعادة العراق، ليس فقط لدوره الإقليمي وإنما لدوره الدولي المحوري، وأيضا السبل الكفيلة دائما بالإسناد الذي يحتاجه أشقائنا في العراق لمنع أن يكون العراق ساحة لأي تجاذبات من أي كان، وأن تكون كل الجهود مستهدفة أن ينهض العراق بكل مكوناته، النهضة التي دائما نحبها ونراها ونرتضيها لهذا العراق الشامخ الضارب في جذور وعمق التاريخ والحضارة. وعبرت عن هذه المساندة الدائمة والمستمرة منا للعراق الشقيق في المملكة الأردنية الهاشمية. تحدثنا باستفاضة حول أوجه متعددة للنهوض بعلاقاتنا الثنائية الممتازة والاستراتيجية،
والتاريخية إلى آفاق أخرى. واتفقنا كما أشار دولة رئيس الوزراء أيضا على ضرورة أن تنتظم بعض الاجتماعات لتذليل بعض الصعوبات بإزاء بعض المحاور الأساسية التي تعود بالفائدة علينا ثنائيا، سيما في مجال النقل، في مجال الطاقة والمعادن. أشار دولة رئيس الوزراء إلى أننا بإذن الله في المراحل النهائية نحو البدء بفكرة نحو البدء بتنفيذ المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود، والتي من شأنها أن تعود بفوائد كبيرة على البلدين. أشكر دولة رئيس الوزراء مرة أخرى، وسأتشرف أنا بنقل رسالة خطية أيضا إلى فخامة الرئيس برهم صالح من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية. نقف دائما إلى جانب العراق في كل الظروف والأوقات، مثلما أننا نعرف بأن العراق دائما لنا هو أيضا الذخر والسند كما نحن له. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرعى ويحفظ بلدينا ويحفظ أشقاءنا العرب من كل سوء. وشكرا لكم دولة الرئيس على حفاوة الاستقبال، وأتطلع دائما للعمل جنبا إلى جنب معكم ومع أشقائنا وأعزائنا في حكومتكم لما فيه خير بلدينا وخير العالم العربي. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا.